تحرش رأيي حتى كتعرض لي تدخل جوج الزنقه كيتعرض للتحرش كيف ما كان، ولكن شنو اللي بقى فيا اكثر هو انا دابا مخلوعه، دابا بقى مخلوعه داش نفسيتي من الداخل اللي ماشي هي هذيك. غدا وكانت الفطوره هي للقاه داش كيتعرض ليا نلقى حدا مدرستي كنلقى حدا الدار فين ما مشيت كنلقى هذا الانسان هذا اباغ لي ميساج اللي كانوا ابسط حاجه نقدر نشدها عليه هما لي ميساج وصلت ليه فيهم رساله قلت ليه راك بحال الوليد وكنوصل ليه دي ميساج باش يفهم والو وليت نضطر كيخلعني وليت نضطر نجاوبو. صافي بلاصه الوالد ديالي انايا وواحد الانسان كنت انت كتجلس معاه افلان بلا ما نذكر سميتك انت كتجلس معاه واحد النهار عرفتي هو اللي كيتحرش ليك بنتك راه احساسك راه باين وعارفك فاش غادي تكون تفكر غادي تبغي تهضر على حق بنتك وزيد وزيد معكم اكرام قرقاش مستشار رجاء واش فيديو ياك مش غيكون مونتاج صافي. السلام عليكم، معكم اكرام قرقاش مستشار جماعيه من فريق المعارضه عن حزب التجمع الوطني الاحرار. انا هي الانسانه اللي تعرضت للتحرش من طرف عون السلطه كيسبق ليا وقلت انه المده فاش تحرش بيا صراحه من فاش من مورا الانتخابات مورا الانتخابات الجماعيه من ديك الساعه هاد السيد هذا صافي بدا تيتعرض ليا ما كيخلينيش على راحتي ما وليت غدا وكانت الفطوره هي اللي نلقاه داش كيتعرض ليا نلقى حدا مدرستي كنلقى حدا الدار فين ما مشيت كنلقى هاد الانسان هذا اباغ لي ميساج اللي كانوا ابسط حاجه نقدر نشدها عليه هما لي ميساج وصلت ليه فيهم رساله قلت ليه راك بحال الوليد وكنوصل ليه دي ميساج باش يفهم والو وليت نضطر ملي كيخلعني وليت نضطر نجاوبو تلوح ليه هضره وصافي. ولكن اللي خلاني اكثر بين الفجر ومرض نفسيا يعني هي تيتعرض ليا فين ما درت ابسط حاجه هي ليكول هي نلقى حدا ليكول كيتسناني اما بالطوموبيل اما بالموتور وليت كنتخبى تنقول البنات خبيوني تندوز وكنتخبى تندوز ونمشي للطوبيس باش نمشي للدار. هاد الهضره وصلت عليه فاس فاس ودار بحال ما سمعنيش وقرر ديك الساعه حيت انا في الاول الهضره ما قلتهاش للوالد حيت عرفتو غادي يمشي ينفعل يمشي يصدق يولي شي مشكل كبير ما قلتهاش للوالد بقيت خايفه حتى قررت قلت هذا الانسان هذا دار تحرش باغ لي ميساج لفظي بقى ليه معنوي لولا معنوي راه هضره اخرى هذيك وانا نقول غادي نقولها للفريق المعارضه اللي معايا كنوجه لهم تحيه اللي ساندوني وقفوا معايا وقفه ديال الرجال هما والوالد ديالي اللي هما اللي وصلوا لي صراحه الفكره وفهموا ووقفوا معايا كاملين كلهم كانوا صراحه واقفين معايا ومساندينني ومشجعيني صافي. وقررت انني باش نحط شكايه عند عامل صاحب الجلاله باقليم الحوز حطيت ليه الشكايه دابا شي اكثر من 10 ايام باش على الاقل ياخذ معاه ولو اجراء بسيط يعزلو عن العمل ديالو حيت هذاك الانسان راه ما يستاهلش باش يكون عاون سلطه. عاون سلطه راه خصو يتوفروا فيه شروط راه كيدور بين العيالات راه كيدخل الدواور راه بزاف د الحوايج الا ما تعرضت انا لا التحرش تقدر تعرض ليه مرا مزوجه بولادها وزيد وزيد. هذا هو السؤال المطروح علاش انا بالضبط ما عرفتش ما عنديش شي حاجه ما غاديش نظلمو انا ما ماشي بنت الحرام كيف غادي نقول ما غاديش نظلمو ما عرفتش ما كاينه شي حاجه عندي نقول لك راه هذا هو السبب ما عندي حتى شي سبب كون كان السبب غنمشيو الا كان زعما شي حاجه راه باينه غنمشيو لها ما كاينش سما انا ما عرفتش السبب عنده هو سبب ما عرفتش حتى كيسبق ليا وقلت سولوني الاخوان قالوا لي واش عمر زعما دار معاك شي واحد في ولاد ولا شي حاجه دابا من مورا شي كيدوزو كيخنزرو فيا انا بيت نقول لهم حاجه وحده راكم ما خصكمش تخنزرو فيا انا خنزرو في باكم
راكم اللي بيشوه لكم سمعتكم، وانا ما تخنزلوش انا ما بيني وبينكم الا الخير والاحسان. انا الله يبعد بلايا على بلاكم، هذه هي رسالتي اللي بغيت نقولها انا لولادو. الاب ديالي كيجلس هو وياه في القهوه وجالسين بحال ما وقع والو، ماشي بحال لا ما وقع حتى شي حاجه. انا صراحه تنشوفو كيطيح ليا العجب، تنقول هذا الانسان هذا راه واقيلا مريض نفسيا والله اعلم، حيتاش انسان كبير بحال هذا راه تبارك الله فوق 50 عام طمع في بنت عندها 21 سنه، راك شويه ماشي ما كتفكرش بالمنطق. انا احترمته في الاول على مرتو كنعرفها وهذاك، احترمته على ديك الانسانه، ولكن نيشت راسي انا وليت في خطر فين ما مشيت هذا الانسان تابعني عارف عليا فين ساكنه فين تنقرا بزاف د الحوايج، ولا هي تندور نلقاها حدايا صافي. قلت هذا الانسان يقدر يدير لي شي حاجه ما نكذبش عليك. صافي هي فاش قررت نهضر بلان بيبليك وعاونوني الفريق ديالي مسؤولين، كنبغي نقول لهم ياخذوا الاجراءات القاسيه ضدو، عرفتي علاش؟ حيت راه حريتي ونفسيتي عاشي كون غير شي حد يعلم بنفسيتي كي دايره راه بزاف. راه كلي كنبقى كنترعد كنجلس بوحدي كنبقى نبكي دابا معاكم اقسم لك بالله كنهضر على هذا الشيء، عيني راه صافي راه مع الاخوان كاملين عيني راه مغرغرين وما كنقدش نهضر في هذا الشيء، ما كنتش كنقد صراحه نهضر فيه، ولكن دابا غنهضر على حقي واخا نبكي غنكمل الفيديو حيت راه بزاف الدموع. ايوا شي لا طال الله، اشنو اللي بقى فيا اكثر؟ التحرش راه اي وحده كتعرض ليه، هذا تدخل جوج في الزنقه كيتعرضوا للتحرش كيف ما كان، ولكن شنو اللي بقى فيا اكثر هو انا دابا مخلوعه، دابا بقى مخلوعه داش نفسيتي من الداخل اللي ماشي هي هذيك، فهمتي كيفاش؟ انا وحده اللي بنقول ليه يحط غير راسو، ابسط حاجه هي يدير بنته هي اللي وقع لها هذا الشيء، راه ما غاديش يسكت وغادي يجري وغادي يجيب بزاف د الحوايج يديرهم، يحط راسو في بلاصه الوالد ديالي انايا وواحد الانسان كنتي انت كتجلس معاه افلان بلا ما نذكر سميتك، كنتي كتجلس معاه واحد النهار عرفتي هو اللي كيتحرش ليك بنتك، راه احساسك راه باين وعارف كيفاش غادي تكون تفكر، غادي تبغي تهضر على حق بنتك وزيد وزيد، ولا ما عندكش بنتك راه عندك مرتك، ولا ما عندكش مرتك راه عندك امك، ولا ما عندكش امك راه عندك اختك وزيد وزيد. وحده من هادو تخيلها انه وقع لها نفس هاد المشكل هذا، راك غادي تنوض تهضر بلا ما نزيد نكثر في الهضره، غادي تنوض تهضر وماشي نقول راه ما غاديش تهضر، غادي تهضر وغادي تلجأ لبزاف د الحوايج وبزاف الطرق باش انك تاخذ لها حقها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.